وإلى الخبر الأخير، حيث بدأت بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة أعمال مشروع طريق الخط الدائري المخصص للقاطرات والسيارات الكبيرة البالغ طوله 3 كيلومتر بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة المهرة. ويتضمن المشروع الذي يمتد من المفرق الواقع تحت ديوان المجمع الحكومي مرورا بالطريق الموصل للكورنيش بالمدينة حتى مدخل العاصمة الغيضة الشمالي، وإنشاء طريق اسفلتي على حارتين بطول 3 كيلومترات مخصصة للمركبات والشاحنات الكبيرة فور الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل الطبقات الترابية وعمل حواجز وحمايات دفاعية في أجزاء من الطريق المار بالقرب من مجرى السيول.